أنا قررت إنها تكون الأخيرة. أنا واقف هنا قدامكم علشان في بعض من الناس بتنتظر بكرة. هتتعاقب عقاب أسير يا فؤاد. أنا ما بكذبش مامو، مش ذنبي إنك ما تسمعنيش لما أتكلم. شفق مريض، كلفني أوصل لجلالتكم أزور لعدم هدور الهفوة. اللي وصل لي حاجة سقطت من بجنتك ممكن يوصل لي حاجات بتسقط من كلامك. سرايا عابدين، حلقتين كل خميس على الام تي في. اكسكوزي مو اخش يا رهانة، كلامك مش صحيح.